ودي صنعاء من التراث العراقي الاصيل من بغداد، ومشت عليه الحضارات قاع، وكل الحضارات اللي مشت عليه احنا نخدموا هذا الحذاء. هو الحذاء صناعة الأحذية التقليدية في شباك البحر، وكلش مخدوم باليد، صباط يطلع من البداية للنهاية باليد مخدوم. وهذه الصنعة موجودة حتى كانت بالجزائر، كانوا يخدموها بكري المجاهدين، يعيطولها السبرتيخة، واحنا بالعراقي يعيطولها القيوة. هذا تراث قديم، وهذا التراث احنا حافظنا عليه، ماذا بينا هذا التراث نعطيه الأجيال، الأجيال بعدنا احنا خلاص، احنا ماذا بينا نعلموا الصنعة هذه ونعطيها الشباب، شباب توعنا هسه حاليا. الجزائر، الجزائر بلد الأم، بلد الأم الجزائر، وصح بلد الأم الجزائر، جزائر في الدم، في الدم في الدم، ما نقلبش عليك في الدم، ما نقدرش بلا جزائر، جزائر بلا جزائر ما نقدرش. ماذا بيا إن شاء الله، ماذا بيا، وش نقول لك، نكمل حياتي هنا بالجزائر ونبقى بالجزائر، وماذا بيا نعلم الجزائري، الجزائر قاعد تعلم إن شاء الله.